الثورة الرقمية والتطور الهائل، تفشي نظريات المؤامرة وممارسات التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة أصبح أمرا له من الخطورة، ما جعل المنتظم الدولي يشغل عليه، وأيضا دخل كمسألة ذات أهمية بالغة ولها راهنية في أجندات كل السياسات العمومية للدول، نظرا أولا للمخاطر التي تلحق بالأفراد وبالمجتمعات جراء تداول هذه الأخبار الزائفة، ونظرا أيضا لأن هناك تكلفة اقتصادية وديمقراطية واجتماعية لهذه الأخبار التزييفية. ولذلك أظن بأن من المهم أن نعتبر أولا بأن مواجهة هذه الأخبار الزائفة يجب أن لا تكون تجزئية، وأن لا نعتبر بأن التضليل الإعلامي هو وليد الفضاء الرقمي. هذه الندوة التي ننظمها حول محاربة الأخبار الزائفة هي ننظمها انطلاقا من زاويتين أساسيتين. الزاوية الأولى واللي كتهمنا احنا كصحفيين، وهي الإعلام المهني والتعزيز ديال الدور ديالو في محاربة الأخبار الزائفة. نعتقد أن الإعلام المهني ولديه دور كبير في تدقيق الحقائق على الأقل المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مختلف تجلياتها أو تقنية التواصل الفوري، أنه يقوم بالتدقيق ديالها والمحاربة ديالها عبر إعطاء المعلومات الصحيحة أو تصحيحها للمواطنين. الإعلام المهني كيلعب دور كبير في هذا الإطار هذا، وبما يضمن حق المواطن اللي كنعتبره حق أساسي في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة والمفيدة. علاش؟ لأن المعلومات الصحيحة والدقيقة والمفيدة هي اللي كتخليه يكون وجهة نظره مختلف القضايا الجارية ديال الشأن العام. هذا من جهة. من جهة ثانية نعتقد أن الزاوية الثانية متعلقة بمسؤولية المجتمع. مسؤولية المجتمع ماشي يعني كنقولوا مسؤولية المجتمع كنقصدوا بها أساسا التربية الإعلامية في المدارس والمؤسسات. مسؤولية المجتمع كنقصدوا بها أيضا الدور ديال مختلف الهيئات المجتمعية والتمثيلية، نقابات، أحزاب، جمعيات، خصها تلعب دور في هذا الإطار هذا.